حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا مسلم هذا قرآني. أولويات الخطاب الدعوي في المرحلة الراهنة: إحياء الربانية وتشديد الإيمان في القلوب وربط القلوب بعلام الغيوب جل وعلا. نحتاج في هذه المرحلة إلى أن نجدد الإيمان بربنا. الإيمان هو القضية الأولى، تلك القضية التي من أجلها خلق الله الكون وأنزل الكتب وبعث جميع الأنبياء والرسل. لابد من تجديده الآن في القلوب. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالقرآن كله بلا مبالغة في قضية الإيمان. ينبغي أن نجدد الإيمان في قلوبنا بربنا، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نتحرك لبناء أوطاننا إلا إذا بنينا الإيمان ابتداء في قلوبنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يا مسلم هذا القرآن قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا القرآن أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. مصري مصري مصر يا بلدي، مصري مصري مصر يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا مصر أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا حبيبتي يا مصر فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم أم الأمم، أرض الكنانة والعروبة هي الوطن هي الوطن. فيها الوليد لما تولد أصبح بطل أصبح بطل، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر. مصري مصري مصر يا بلدي، مصري مصري مصر يا وطني، أفديك بروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، انضم إلينا شيخنا الحبيب مصطفى العدوي إلى هذا اللقاء الطيب والمبارك، فأهلا ومرحبا بكم يا الشيخ. أهلا بكم ومرحبا، وجزاكم الله كل خير في هذا المجلس الطيب المنير. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجازي إخواني أصحاب قناة الرحمة كل خير على هذا التجمع، وأن يبارك في خطوات إخواني أهل العلم وأهل الفضل. نعم، بارك الله فيهم أجمعين وسددهم الله، وجزاك الله خير يا أبا أحمد على هذا الجهد المبذول. وأسأل الله أن يجعلك دائما وأبدا وسيلة تجمع وائتلاف. آمين. اللهم آمين. وسير إخواني، بارك الله فيكم وكذا المسلمين، جزاك الله خير. وإياك شيخ، بارك الله فيكم. طالما أننا تكلمنا عن التوحد وعن لم الشمل ونحو ذلك، خصوصا مع هذه الهجمات الشرسة، ما هي النصيحة التي توجهها يا فضيلة الشيخ لكل داعية يوجد الآن على أرض مصر وفي غير أرض مصر بالنسبة للوحدة وجمع الشمل والكلمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كان لابد من كلمة وفي كلمات إخواني الأفاضل كل خير والحمد لله،
وقد سمعت عرضا كلمة أخي الدكتور سعيد حفظه الله أمين في شأن الاعتصام، فإذا كان ثم من كلمة فلا نخرج دوما عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى محمد الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل آمرا أمرا ليس لنا فيه اختيار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحثت الآية الكريمة على الاعتصام، لكن ليس اعتصاما كما يقول الملاحدة، إنما اعتصام على كتاب الله عز وجل وبحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويكفي أن الأوامر من الله والنواهي عن الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمع هذه الوجوه الطيبة. والحمد لله أسأل الله أن يتمم الجمع والائتلاف على خير وأن يجمع بين القلوب. فشأننا كمؤمنين أن ندعو بهذا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلزاما أن نأتلف ألفة على كتاب ربنا عز وجل وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسعى جاهدين في هذه الأيام إلى توحيد صفوف المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل الباطل يجتمعون وتتفشى الآن في مصر نوادي الروتري والماسونية اليهودية عياذا بالله، فإن شاء الله بإذن الله هذا لا يشغلنا كثيف أمرهم إلى قل وزوال والباطل زاهق إن شاء الله تعالى. لكن هذا يلزمنا بأن نمتثل أمر ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنبه نفسي وإخواني أهل الإسلام أنه ما منا من عالم يدعي لنفسه العصمة، لا أنا بمعصوم ولا إخواني معصومين، بل نريد كل نريد من إخواننا إذا صدر أي خطأ، فنحن بشر لا نؤله بعضنا ولا نؤله أنفسنا كالفرق الأخرى الزائغة، نحن عبيد لله، حسبنا أننا نلتمس ما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى ونجتهد جميعا في هذه الآونة على وجه الخصوص لجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء ترضي الله، للأخذ بيد بلادنا وأهالينا إلى مرضات الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أذهب إلى شيخنا الفاضل أبو بكر الحنبلي حفظه الله وأقول ما تقول لطلبة العلم أو لبعض طلبة العلم الذين الآن في كل محافظة من المحافظات بعضهم لا هم له إلا أن يحكم على المشايخ، هذا أصاب وهذا أخطأ، هذا على المنهج وهذا على غير المنهج، في وقت يدعو فيه علماؤنا للم الشمل على يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وما هي النصيحة التي توجهونها لأهل مصر جميعا وللأمة جميعا؟ الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل عند أبي داود والترمذي من حديث العراد بن سارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعندنا النسائي وكل ضلالة في النار. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي يوم الدين. ثم أما بعد، فأقول إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته، أو قال قريبا من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كانت لحوم المسلمين عامة لا تجوز أن نخوض في عرضها، فكيف بلحوم العلماء؟ وقد قال ابن عساكر أن لحوم العلماء مسمومة. فأنا أنصح نفسي وأنصح جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقوا الله تعالى في أقوالهم
وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، ويضع نصب أعينهم. قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وقالت الأعضاء للسان: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. أي نعم. فالذي أنصح نفسي وعموم الأمة به أن تجتمع على التوحيد لله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وعلى تزكية النفس بالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك الإقبال على طلب العلم الشرعي، فإن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. فليقبلوا على العلماء الربانيين الذين يربون الناس، بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، فيبدأون بصغار العلم قبل كباره. فإن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء، ويجتهدون في العمل بالعلم. فإن الله تعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويجتهدون في الدعوة إليه على بصيرة. فإنه القائل سبحانه وبحمده: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويصبرون في أذى التبليغ، فإن الله قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على أن يكون ذلك كله بالإخلاص لله وحده، فإن الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعليهم أيضا بالتصفية، تصفية العقيدة من الكفريات والشركيات، والعبادة من البدعيات، والمعاملة من المخالفات الشرعية، والأخلاق من استفسافها، والحديث من الموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل. أي نعم، كما شيخنا حفظهم الله الشيخ العدوي الشيخ الحويني وغيرهم من أسيادنا من أهل العلم. أي نعم. وكذلك أيضا يعني التربية، تربية أنفسنا ومن نعول على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. هذا ما أنصح نفسي به وسائر عموم الأمة، وهذا الذي ينبغي أن يشغل به، لأن في الانشغال به ثمرة وخير وبركة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا عم الشيخ. معي اتصال للأخ عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النذرة. الله يحييك. أقسم بالله أني أحبكم في الله جميعا. حبك الله الذي أحبك. وأستحلفكم بالله أن تدعو لي وأن يصلح الله بيني وبين أبي. وعندي استغراب صراحة يعني. تفضل. أتمنى الله علينا شرف بافتتاح معهد الدعوة، ولكن وإحنا في المعهد يعني الشيخ يقول إن أغلب المشايخ حفظكم الله وطلبة العلم يعني الطلبة خصوصا من أنفالي يتميزون كل واحد بهم على شيخه، إذا كان هذا تبع الشيخ العدوي فلا يحب أحدا غيره، وإذا كان ينتمي للشيخ أبو إسحاق فلا غيره، وإذا كان تبع الشيخ محمد حسان فهذا يحدث تفرقة يعني. لا حول ولا قوة. ها أنت ترى المشايخ بفضل الله سبحانه وتعالى، وترى يعني المحبة المتبادلة بين المشايخ والألفة المتبادلة والاحترام المتبادل. بارك الله فيك أخ عيد. معنا الأخ عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. أرجع إلى شيخنا محمد حسان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف مجلس شورى العلماء هل له ارتباط مع المجلس العسكري في أيامنا هذه، وهل له ارتباط بالأزهر في أيامنا هذه أم لا؟ المجلس بفضل الله تبارك وتعالى يمد يده لأي جهة من الجهات. المجلس العسكري، المجلس ومجلس الشورى، مجلس الشورى يمد يده لأي جهة من الجهات لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ثم للعمل لصالح هذا البلد. وقد سمعت الآن كلمات أبي عبد الله حفظه الله، يأمرنا فيها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز وجل: واعتصموا بالله ومولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى ما كنا أبدا دعاة فتنة،
وما كنا أبدا دعاة فرقة أبدا قبل الأحداث والآن وإلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأود أن أبشرك بأننا بفضل الله تبارك وتعالى على اتصال دائم بإخواننا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل سواء في مصر أو حتى في خارج مصر كما تفضل الدكتور عبد الله. نعم. وكذلك على اتصال بإخواننا الأفاضل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نعم. بفضل الله عز وجل نسمع منهم ويسمعون منا. الله. وبفضل الله تبارك وتعالى نحن من منبر قناة الرحمة من هذا المجلس الطيب المبارك نعلن أننا بفضل الله عز وجل جنود لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ثم لخدمة هذا البلد. فحيثما وجهنا إلى الحق توجهنا، وحيثما وجهنا إلى الخير توجهنا، ما دام الهدف كما ذكرت أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى وأن نعلي شأن هذا البلد. فالمشايخ بفضل الله تبارك وتعالى يتحركون لوأد أي فتنة تحدث هنا أو هناك أو هنالك، سواء كانت هذه الفتنة فتنة فكرية أو فتنة إعلامية أو فتنة واقعية على أرض الواقع. فالمشايخ بفضل الله تبارك وتعالى يتحركون، وأنا أؤكد أن مجلس الشورى يمد يده لأي جهة من الجهات ما دام الهدف هو النصرة لدين الله ثم لصالح هذا البلد. نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا الأخت أم عامر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ سعيد على سعيد. بارك الله في أبدأ باليمين وكلهم علماؤنا الأفاضل، بارك الله فيهم جميعا. أبدأ بالشيخ المبارك شيخ محمد حسان، بارك الله فيك وفي جهودك جميعها يا رب يا الله. وبارك الله في الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله شاكر، أمين يا رب. وبالشيخ وحيد بالي وبالشيخ جمال عبد الرحمن وبالدكتور سعيد عبد العظيم وبالشيخ أبو بكر الحنبلي وبالشيخ مصطفى العدوي، بارك الله فيكم جميعا يا الله يا رب. وهذه هي الثمار التي نود أن نأكل ثمارها، يعني نجني ثمارها من علمائنا الأفاضل هؤلاء. فبداية أقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. فوالله إننا حين شاهدنا هذه الكوكبة العظيمة من علمائنا الربانيين تذكرت قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأول ما يبدأ لم الشمل الإسلامي به هو من خلال لم الشمل علمائنا الربانيين، لأن في هذه الوحدة والصف الواحد والطمأنينة التي نجدها بين علمائنا لصورة عظيمة تنعكس قلبها وأصلها في نفوسنا نحن عامة المسلمين. نحن عامة المسلمين. فمجلس الشورى هذا هو بمثابة البطانة الصالحة لحكامنا التي ننشدها، بارك الله فيكم. وإن سمحتم لي بهذه المشاركة من باب منظور الواقع الذي نعيشه، إذ أننا وقد وقعنا بخطأ جسيم من خلال إعلامنا، وذلك حين رمزنا شعائر ديننا، حيث رمزنا رجل الدين فقط على سبيل المثال بأهله من الشيوخ أو بصاحب اللحية أو الغترة، كما رمزنا المرأة المتدينة بالنقاب أو بالحجاب فقط، ظانين أن كل من هو دون ذلك فلا دين له أو لها، فاصلين المظهر عن الجوهر. حتى المسجد جعلناه رمزا للصلاة فقط أو لحفظ القرآن. حتى إذا خرجنا من المسجد قلنا ساعة لربك وساعة لنفسك، طبعا إلا من رحم ربي. أما الأخلاقيات فقد اكتفينا بما نشير به إلى الغرب، إذ وجدنا أنفسنا فصلنا أمور ديننا عن أخلاقياتنا إلا من رحم ربي. ليس هذا فحسب، بل فقد جعلنا شعائرنا مواسم دون ما قد في الاعتبار. جزاك الله خيرا. شكرا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي نادي. الله يبارك فيك. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك. والله يشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. وفق الله عز وجل أن يجمعنا إحنا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى في الجنة. أمين. يا رب. جزاك الله خير. أقول لك طبعا حي جميع المشايخ اللي حاضرين معك والله، وإنني يعني مستعان الفرحة إن أنا يعني نفسي أكلم الشيخ محمد حسان. الله الشيخ يسمع. ولو أشوف الشيخ محمد حسان لقدم يده قدمه قبل يده. جزاك الله خير. جزا الله عنا خيرا للإسلام والمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقه تفرقه مرحومة. جزاك الله خير. وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أمين يا رب. وجزاكم الله خيرا عن المداخلة. جزاك الله خيرا. معنا الأخ محمد من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بارك الله فيك، الله يكرمك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. امين يا رب. وحيا الله هذه الوجوه المشرقة. امين يا رب، الله يحييك. سلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان. الله يسلمك ويبارك فيك. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم. الله يكرمك. منورين والله، بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله منورين الشاشة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو ربنا يبارك لنا في المشايخ كلهم يا رب، نعم، ينفعنا بعلمهم إن شاء الله. يا ليت إخواننا يرفعون الصوت شيئا ما في الاستوديو، بارك الله فيك. حضرتك بس كان ليا سؤال. اتفضل، بارك الله فيك. كيف توقد فتنة الدستور أولا، وما موقف مجلس الشورى العلماء من هذه الفتنة؟ وما وايه المض... يعني اذا نجحت الدستور اولا، ما هو الموقف المضاد لهذا جميل. طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلاك لمن في الارض جميعا، والله قريبا جدا ليبلغ الدين الإسلامي ما بلغت نور الشمس وما بلغ ظلام الليل، وهذه رسالة لأعداء الدين الإسلامي، أو إنها الساعة وعدل الله سبحانه وتعالى، فكلا القدرين ليس لهم حظ فيه. وشكرا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب، السؤال الذي تكلم عنه الأخ محمد مهم، ما موقف مجلس شورى العلماء من مسألة الذين يتكلمون الآن أننا نريد أن نضع الدستور أولا قبل برلمانات مجلس الشعب؟ ماذا يقول المجلس في هذه المسألة، وماذا لو وضع الدستور أولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المجلس يعني أقول سبق الحدث في هذا عندما نظر إلى الدستور أو إلى التعديلات بالنسبة للبيانات التي تمت وكانت له فيها كلمة، ثم بعد ذلك بدأت الأصوات تنادي وتعلو بمسألة تغيير الدستور قبل وجود مجلس الشعب أو مجلس الشورى، نعم، أو حتى انتخابات رئاسية. احنا طبعا قررنا سلفا في هذا، نعم، وأيدنا بصورة أيضا علنية واضحة بأن انتخابات مجلس الشعب نرى أن تكون في موعدها المحدد، نعم. نحن بحاجة إلى أن تستقر البلاد، إلى أن تستقر الأوضاع، نعم، إلى أن تكون هناك دولة تتبنى هذه الأمة، وأيضا تتبنى رفع راية الإسلام والدعوة إليه، وأن يعيش الناس في هذا البلد جميعا في أمن وسلام واستقرار. ومن خلال هذا الأمر عندما، نعم، يكون هناك دستور يمكن أن يصاغ هذا الدستور على ضوء أيضا برنامج صحيح، نعم، تعلو فيه شريعة الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، نعم، ويجب أن يعني يراعى في الدستور أن يصبغ الحياة في مصر، وهذا ما نتمناه في بلاد العالم، بصبغة إسلامية صحيحة قائمة على البر، قائمة على التقوى، قائمة على المعروف، قائمة على احترام مشاعر أيضا الآخرين، إعطاء كل إنسان حقه. الكلام الآن الذي يقال نحن نريد الدستور يوضع الآن قبل أن يكون انتخابات، سيأتي بعد الانتخابات مجلس الشعب يقول لا والله الدستور لا يناسبنا الآن، خلينا نغير مرة أخرى في الدستور، وهكذا يصبح الأمر بين أخذ ورد وألوان مختلفة، ويعني قد يكون هناك بعض أهل الأهواء الذين يريدون أن يعني يحركوا المسائل بصورة تتناسب مع ما يرغبون وما إلى ذلك. نعم. دستور يعني كلام المجلس واضح جدا في هذا، إن البرلمانات مجلس الشعب أولا. 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 هل هذا الكلام بناء على وجهة نظر للمجلس، ولا بناء على القانون أيضا، بناء على الاستفتاء الذي حدث؟ أنا أشرت أولا إلى هذا. نعم. قلت إن الاستفتاء عندما حدث على تغيير بعض المواد وبعض البنود، نعم، تم الاستفتاء عليه، انتهت المسألة. يعني، نعم، ما في داعي. يعني هو الذي وضع هذا أو دعا إلى هذا الاستفتاء هو الذي أيضا حدد الانتخابات التي ستكون في مجلس الشعب بالشهر الذي ستكون فيه. وهذا الأمر يدل على إيه؟ يدل على أن هذا الاستفتاء تمت صياغته بهذه الطريقة وتمت الموافقة عليه، ويجب أن يكون قائما إلى أن تتم انتخابات مجلس الشعب. وإذا وجد بعد كده مجلس الشعب ووجدت أرى كمان دولة قائمة، رئيس حكومة منتخب قائم موجود في هذه الحالة، لهم، نعم، الرأي في أنهم ينظروا. ولكن نؤكد احنا دائما مرارا واخواننا معنا على ان هذا الدستور يجب ان يصاغ بطريقه صحيحه سليمه، نعم، يراعى فيها جانب الشريعه الاسلاميه الغراء،
نعم. التي يعني هي تمتلئ بالعدل وتمتلئ بالسماحة نعم. وتمتلئ باتساعها للآخرين والتعايش معهم نعم. وفي أمن وسلام واستقرار ومعرفة الحقوق اللازمة في مثل ذلك. لو أذن لي تفضل الله وعلى إذن أخواننا، أنا نود أن أؤكد، وهذه بفضل الله عز وجل يعني رؤية المجلس نعم. أنه ليس من حق أي أحد الآن لا في الحكومة ولا في من يسمون بالنخبة أن يعطي ظهره لاختيار الشعب الذي خرج ليقول نعم بنسبة أكثر من 70% للتعديلات الدستورية حدث نعم. فليس من حق أي أحد أن ينصب من نفسه حاكما على اختيار هذا الشعب الذكي العبقري نعم. ونحن جميعا نقول ليس من صالح أو من حق الدكتور عصام شرف نعم. ولا من حق الحكومة نعم. ولا من حق من يسمون الأب النخبة الذين ينتقلون الآن من فضائية إلى أخرى يريدون أن يلتفوا على هذه التعديلات وأن يتجاهلوها وأن يتنكروا لاختيار هذا الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه بصورة مشرفة. فالمجلس يؤكد أن ما وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعرضه للاستفتاء وصوت عليه الشعب ليس من حق أي أحد أن يلتف عليه. فلا بد أولا من أن تجرى الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى في موعدها المحدد نعم. ثم تختار لجنة من مجلسي الشعب والشورى مكونة نعم. من 100 نعم. فرد. هؤلاء أو هذه اللجنة هي الموكلة بوضع الدستور نعم. المناسب للبلد في المرحلة المقبلة، ثم بعد ذلك تأتي ترشيحات رئاسة الجمهورية نعم. هذا هو الترتيب الذي وضع والذي عليه عرضت التعديلات الدستورية وخرج الشعب ليصوت عليه. فليس من حق أي أحد الآن أن يلتف على هذه التعديلات وعلى اختيار الشعب، وهذه رؤية المجلس والله أعلم. نعم، ده هم الآن بينتقصوا من هذا الجمهور الذي تكلم بهذا الكلام. طيب، في كلمة كان يتكلم فيها الدكتور سعيد حول الدستور، ما الكلمة التي تذكرها حول الدستور بالنسبة للأزهر الشريف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاولة البعض لاستباق الأحداث نعم. وعمل مجلس رئاسي أو دستور للبلاد قبل أو حتى نعم. قانون لدور العبادة الموحد، يعني كل هذا بيعتبر استباق للأحداث وفي غير سياقه. وحتى رئيس الوزراء صرح بأنه هو مع إن الدستور أولا ومجلس نعم. الشعب والشورى والنواحي القانونية حتى بتسند هذا الأمر. بالنسبة لي وطبعا في تخوف عند البعض من سيادة الشريعة، ونحن بدورنا لابد من المحافظة على هوية هذه الأمة نعم. الإسلامية، شعب مسلم، ولابد أن يحكم بشرع الله، بل الدنيا بأسرها نعم. لابد أن تحكم بدين الله تبارك وتعالى. وفي إذا كان البعض يريد وضع دستور نعم. يعني يتباعد بالأمة عن دين ربها، فالأزهر الشريف كان وضع دستور سنة 47، والشيخ المسير رحمة الله عليه نعم. يعني هو كتاب مطبوع وموجود على النت بعنوان نحو دستور إسلامي من وضع الأزهر الشريف. اسمه تاني يا دكتور؟ نحو أنا معي نسخة، كنت جئت الإخوة بنسخ ولكن لم يتيسر الدخول بها، فعلى أساس أنه هو دستور قيم نعم. والأستاذ الدكتور المسير قام بشرحه، والدستور طبعا بيحافظ على هوية الأمة وبيستند للاجتهاد المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسئلة حتى الحائرة اللي بيطرحها علينا البعض رجاء وكأن إحراج بعض الدعاة نعم. طب انتوا بتقولوا ايه في الاقتصاد؟ انتوا بتقولوا ايه في السياسة؟ في الفن، في الصحة، والسياحة، في التعليم؟ لا نعم. ده الدستور موجود في الباب الثالث نعم. مثلا على الاقتصاد. وحتى لو فشلنا
في الرد على المحاورات، فده لا يعني أبدا أن دين الله تبارك وتعالى قاصر عن الوفاء باحتياجات البشر. نعم. وأنه الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا. وحتى إن قصرنا اليوم، والبعض أحيانا بيذكر كيف يحكم أو تحكم الدنيا بالإسلام الآن. نعم. لا، ده المسيح لما حينزل في آخر الزمان حيحكم بشريعة الإسلام، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم. نعم. أي أمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله، ومؤسسة رسمية، المؤسسة الموجودة الأزهر الشريف، الدستور موجود، ومن السهل اليسير العودة إليه، بمعنى لا نتعنى ولا نحتل. نعم. مجلس رئاسي أو حتى كصورة، يعني في دستور وضعه الأزهر وحضرتك بتنصح المؤسسة الأفراد يقرأوا هذا الدستور. كناحية اجتهادية موجودة، وفي المحافظة على هوية الأمة والمنهجية، منهجية الكتاب والسنة. نعم، بارك الله فيك. وبالرغم من كل هذا ومن كل هذا الكلام، إلا أن البعض يخوف أيضا من الإسلام ويخوف من حكم الإسلام. طار يتكلمون عن غير المسلمين، وطار يتكلمون عن المرأة، فيقولون إن شريعة الإسلام ستفعل وتفعل بالمرأة. نحن أيضا نريد أن نطمئن المرأة المسلمة في الإسلام. من الشيخ وحيد عبد السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أقول لهم أنتم اتركوا المرأة فإنها تحب الإسلام. نعم. المرأة المسلمة هي بدورها تحب الإسلام. نعم. فالمرأة تعرف أنه لا سعادة لها إلا باتباع شرع ربها، فحينما فرض الحجاب على المرأة فرضه للحفاظ عليها، وحينما أعطى للمرأة المحرم فإنه بين المرأة أن هذا المحرم يحميها ويحفظها. نعم. حينما أعطى للمرأة حقوقا وعليها واجبات بين لنا أن المرأة نصف المجتمع، وأن المرأة تجلس في بيتها لكنها تربي الرجال وتخرج الأبطال. نعم. صدقني تجربة، أنا كنت في السويد في محاضرة ودخلت على دخلنا في الجوازات، وجدت معظم الجوازات حريم في ستوكهولم عاصمة السويد، ضابطة وعقيدة وملازمة حريم. فبقول للرجل ضاحكا: إيه، ما فيش راجل في البلد دي؟ فبيترجم لها، قول لها الشيخ بقول ما فيش راجل في البلد دي. فقالت يعني أعطينا الرجال إجازة. فقلت له قل لها المرأة عندنا في الإسلام تجلس في البيت وزوجها هو الذي ينفق عليها والذي يعطيها ويكرمها وكذا، وإذا خرج معها يخرج معها. فقالت المرأة: نحن لو تركت، تكون عن نفسها، لو تركت الوظيفة ومنع من الراتب لأمر لا ينفق عليه زوجي ولا أبي ولا أخي ولا أحد، نجوع أو نقترض. في السويد، في ستوكهولم عاصمة السويد. وفي نهاية الحوار قالت المرأة: ليتني امرأة عربية. نعم. مسلمة، أو ليتني امرأة مسلمة. نعم. فأنا أقول المرأة المسلمة تعرف الإسلام، لكن هؤلاء يريدون أن يتخذوا المرأة ذريعة. بالعكس، المرأة ما سعدت إلا في ظل الإسلام. نعم. بارك الله فيك. طيب أشيخ جمال، برضو الحملة لن تتوقف، يعني ليس بمجلس شورى العلماء ولا بهذا الكلام ستتوقف الحملات، إنما سيتكلمون ويتكلمون، والصراع بين الحق والباطل موجود. ما النصيحة التي توجهها لإخواننا وأخواتنا مع كثرة الشبهات التي تطرح؟ ممكن بسهولة جدا هذا الكلام الذي تقولونه الآن وتطلبون مثلا البرلمان، أولا أنتم لا تعرفون في السياسة وليس لكم في السياسة، أنتم ما تعرفون أين ستقودون الأمة، كما تكلموا أن في قطع أذن وهيشوه وجوه المتبرجات والسلفية سجون تحت الأرض. ماذا بما تنصح الناس ضد هذه الهجمات اللي ما يخلى منها جريدة ولا فضائية إلا من رحم الله الآن؟ الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله يطمئن المسلمين. نعم. أن هذه سنة العداء، هذه لأهل الإسلام سنة، ولكن لن ينالوا ما يريدون. قال سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا.
حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إذن فهذه سنة في العداء على المسلمين الصبر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. فإذا صبر المسلمون وتمسكوا بدين ربهم فإن الله سيمدهم بمدده وعونه. الإسلام قريب من الفطرة، الإسلام دين الفطرة والقلوب تمتلئ به. ذكر لنا مرة الشيخ رحمه الله الشيخ صفوت نور الدين وكان كثير الذهاب إلى أمريكا، فقال إن امرأة مسلمة بحجابها مرت على دكان يبيع الذهب وتشتغل فيه امرأة أمريكية أيضا متبرجة، فالأمريكية المتبرجة غير مسلمة، لما رأت المسلمة وهي تلبس الحجاب قالت لها ما هذا الذي تصنعونه في أنفسكم؟ لا. أمريكية تكلم أمريكية، فقالت لها المسلمة أين الذهب عندكم؟ قالت الذهب بالداخل. قالت لها وما هذا الذي تعرضونه في الخارج؟ قالت هذه أحجار يعني رخيصة نعرضها في الخارج حتى لا يسرقها السراق. فقالت لها المرأة المسلمة ونحن لأننا غاليات عند أهلينا فإنهم يضعون في هذه العباءة، أما الرخيص فيتركونه في الشارع. فالمرأة الأمريكية المتبرجة أسلمت. أسلمت، هذه الرواية عن الشيخ حكاها أمامي. إذن فالإسلام قريب من الفطرة، ونحن نقول للمسلمين جميعا العمل للإسلام واجب الجميع والمستقبل للإسلام، ولابد من جمع أيدينا والتعاون على البر والتقوى. والنصح مطلوب لكن التجريح والهدم هو الذي يعني يرفضه الدين، فنحب أن نكون نصح دائما. وأنصح نصيحة أخرى، كلنا يعمل الصالحات لكن من منا يقول أنا رجل صالح؟ لا. نسأل الله أن نكون كذلك. كلنا يعمل الصالحات، نعم نعمل الصالحات وأنا أقول أعمل الصالحات، لكن أنبياء الله كانوا يقولون توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنحن نعمل الصالحات لكن هل نحن من الصالحين؟ نسأل الله أن نكون هذا كذلك. هذا نريد أن نوصي به ويسأل كل واحد منا عندما ينتقد أو يتكلم هل أنا من الصالحين؟ نسأل الله التوفيق من فضله. مجلس طيب ومبارك. ونختم مع شيخنا الحبيب مصطفى العدوي حفظه الله. أحيانا من حين إلى آخر يثيرون الشبهات على الناس كأن الإسلام سيضيق على الناس، لا فن ولا تمثيل ولا سياحة ولا بنوك ولا إلى غير ذلك. ماذا تقول للناس وماذا تقول لهؤلاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاتني أن أذكر إخواني الأفاضل بخطر داهم، وهو انتشار نوادي الروتري في مصر بطريقة منظمة يدعمها بعض المسؤولين الذين هم بأعينهم يطالبون بإجراء الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب. فيجب أن نتفطن جدا لطرائق الكفر الجديدة التي بدأت تظهر تحت اسم نوادي الليونز ونوادي الروتري، وأصبح لهم ممثلون في كل المحافظات ويستقطبون بعض الشباب والفتيات لإدخالهم في هذا. في الحقيقة يسميه هو كفر ليس إلا ذلك. نوادي الروتري ونوادي الليونز الجديدة لابد أن يتفطن لها، وبكل طاقتنا وبكل جهدنا نكافح ما من شأنه أن يكون كفرا. ففي الحقيقة أن الأمر الآن هناك فسطاتان، فسطات إيمان وفسطات كفر. لا ينبغي أبدا أن نحيد عن هذا. عرفنا شباب النوادي ديت أهدافه إيه؟ نوادي الروتري والليونز وغيرها من النوادي هي تابعة للماسونية، المحفل الشيطاني الخفي الذي هدفه الأساسي إبعاد الناس عن الأديان، ويعني بالأديان الإسلام والنصارى خاصة. يعني لا يعنيه البوذية، لا يعنيه اليهودية، هو أصلها فئة يهودية، وإن شاء الله يكون لها مجلس بالترتيب بمشيئة الله لدحض هذه الفئة المارقة التي بدأت تستقطب عددا كبيرا من التجار وعددا كبيرا من ذوي المراكز، حتى وصلت إلى حتى مدينة المنصورة نفسها وتؤسس فرقا على مستوى الجمهورية في المحافظات فضلا عن تغللها في دول العالم. لا حول ولا وهي من الماسونية، منبثقة من الماسونية، نادي الروتري والليونز وغيرها من النوادي يجتمع إليها الناس وتعين أصحاب مناصب.
ففي الحقيقة خدع كثير منها. في نهاية المطاف أقول كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهناك حزب للرحمن وحزب للشيطان وكلها مسميات لصرف الناس عن دينهم. وكما أشار أخي الشيخ محمد حسان وأخي الكريم الدكتور عبد الله حفظهم الله إلى أن ما يسعى إليه هؤلاء الساعون الآن أصالة للصد عن دين الله وللصد عن سبيل الله. ليس من حق أي شخص كائنا ما كان أن يفتئت على الله ولا أن يفتئت على شريعته ولا أن يدلي بأي رأي. ليس من حق ولا من حق حتى إخواني أعضاء مجلس الشورى ولا من حق المجلس العسكري ولا من حق هؤلاء الزناديق الجدد أن يختاروا طريقا غير الإسلام. فشعبنا مصري مسلم يحب الإسلام من فضل الله، وظهرت هذه الثمرة من جراء الاستفتاء. مصر بلد مسلمة، أهلها من فضل الله مسلمون إلا ما شذ وندر، والحكم يكون فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكلها محاولات وأنواع من المواراة لصرف الناس عن دينهم. كثير من هؤلاء في حقيقة الأمر يطالبون بالعلمانية وهم أصحاب مناصب التي تعني فصل الدين عن الدولة. ونحن كمسلمين لا نرضى بذلك أبدا. وأطالب إخواني المسلمين عموما بأن يكون كل منهم مجند لنصر الدين. المحامين المسلمين يتضافرون لملاحقة أي مارق يطعن في الدين، لملاحقة أي مارق يسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين. هكذا عموم النقابات تتضافر لنصرة دينها. ليس أمر نصرة الدين بقاصر علي وعلى إخواني أعضاء مجلس الشورى وعلى خطباء المساجد. فما يعلم جنود ربك إلا هو. فقد كان هناك في وسط آل فرعون مؤمن يسعى لنصرة دينه، وآخر جاء من أقصى المدينة يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالدعوة إلى الله وحماية ثغور الإسلام ليست مهمة مجلس الشورى فحسب، بل مهمة كل مسلم وكل مسلمة ألا يؤتى الإسلام من قبله. أعداء الله يجتمعون، طالت منهم الاجتماعات ولوثوا الفضائيات، وأطالب بمقاطعة الصحف التي تهدم الإسلام ورؤساء تحريرها في الغالب مرقة أسمى ظلمة. أطالب المسلمين بعدم شرائها وعدم قراءتها فإنها تلوث الأذهان. هذا مطلب إذا كان رسولنا الأمين وجد التوراة في يد عمر فقال مهلا يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فأحمل المسلمين مسؤولية نصرة دينهم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله أن يجازيكم كل خير وإياك وأن يبارك فيكم وأن يحمي حوزة الدين. وطمئن إخواني المشاهدين والأخوات المشاهدات أن هناك من يعمل لدينه في كل المجالات عملا قد تعلمون إخوانكم أعضاء مجلس الشورى وقد لا تعلمون أفاضل في أماكنهم في القضاء في الجيش في الشرطة يعملون لنصرة دينهم وللدفاع عن دينهم عملا أفضل مما نعمل. أهيب بكل مسلم وكل مسلمة أن يلاحقوا المارقين أينما يكونون وحيثما يكونون. ولا يظن أبدا أن للدكتور عصام شرف رأي في أن يمضينا أن يجبرنا على أن نتحاكم إلى غير كتاب الله ولا على إنما ملزم هو كمسلم من المسلمين، ونحن ملزمون بالخضوع لكتاب ربنا وسنة نبينا. وما كان لمسلم ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا حق لمجلس عسكري ولا لرئيس وزراء ولا لنائب رئيس الوزراء هذا الذي يسعى جاهدا لصياغة قوانين عليه أن يتقي الله وأن تصاغ القوانين بعلم أهل العلم وأهل العلم بالدين وأهل العلم بالفقه الشرعي. أهل العلم بالدين وبالفقه الشرعي هم الذين يصيغون القوانين. أنا لنا أن نجهر بهويتنا، نحن مسلمون لن نرضى بغير دين الله بديلا. بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم وسددكم الله. جزاك الله خير. وأطلت الشيوعية وأطلت أشياء كثيرة في هذه الفترة. يعني أستأذن مشايخنا أن يختم شيخنا محمد حسان بدعاء لأهل ليبيا واليمن وسوريا وكلمة لهم في ختام هذا المجلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. آمين. اللهم خلصهم من الظلم والظالمين. آمين. اللهم خلصهم من الظلم والظالمين. آمين. اللهم خلصهم من الظلم والظالمين. آمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن ترد الأمة كلها إلى دينك ردا جميلا. آمين. اللهم ولي خيار اللهم ولي أمورنا خيارنا. آمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا. آمين. اللهم إني أسألك أن تحكم في الأمة الصالحين المصلحين. آمين. وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لبلدنا مصر أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. آمين. وأسأل الله عز وجل أن يحكم فينا من يحكمنا بكتابه. آمين. وسنة رسوله. آمين. صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتواصل معهم ونقرأ ونسمع ما يوجهوننا به، وبإذن الله سبحانه وتعالى نعمل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.